مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم عندنا 1 2 3 4 5 6 7 شغلات من امازون بدنا نعمل لها انبوكسنج ونورجيكم اياها. خلينا نبدا. بسم الله نبدا. طيب هذا الاول، اوكي هذا مايكرو اس دي كاردز بنستخدمها عشان الكاميرا هاي اللي بنصور فيها، عشان تعطينا هاي 512 جيجا بايتس جواها، ومفروض انها هاي سبيد، السبيد تبعها 10، هاي كويسه لل 4K. اوكي اللي بعدها هذه، يس اوكي. هاي عبارة عن أظافر للبنات الصغار، شريناهم عشان نهديهم لأحد الصبايا اللي موجودين، حنعطيها إياهم ونشوف. البوكس اللي بعده، بوكس كبير شوي. اوكي طيب، خلينا نشوف جوا. طيب هذا عبارة عن جينجر، هذا جينجر بنحط، أنا كتير بحبه، بحطه مع الشاي. 3 شريت منه، هاي 2 وهاي الثالث، 3 باكيتات كل واحد بيجي كيلو، سوري كل واحد بيجي كيلو. لذيذ جدا هذا مع الشاي والشغلات اللي زي هيك. اللي بعده هذا ليد ستريب لايتس. هذول الليد ستريب لايتس، هذول الحلو فيهم هم ستريب لايتس، بتحطهم في البيت. نشوف قديش الحجم بيجي تبعهم. اوكي بيجي لفتين، والحلو فيهم انه كان كنترول ذم مع اليكسيا والجوجل بلاي، فهذول كتير رائعين. شغله حلوه، ممكن احنا حاطين بالبيت بس نحط بمكان تاني فجبناهم. اللي بعده كدوكي، اللي بعده عبارة عن I know what's this. هذه عبارة عن سويتش كنترولر، هدول تبعون لعبة السويتش زي ما انتم شايفين هون. هاي اللعبة طبعا اشي اي ثينك انه هذا التشارجر. اوكي هدول السويتش كنترولر كويسين هدول. جبنا لآدم منهم عشان يلعب على لعبة السويتش. طيب اللي بعده، يلا يا جماعة، عبارة عن اللي بعده عبارة عن ستريب اللايتس. اوكي هدول يا جماعة لايتس، هدول موشن ديتكتر لايتس، بتحطهم قدام البيت وبدو فيهم 350 ليد فيري برايت، بدو بالليل بدون اي كهرباء من الشمس، بأخذوا سولار. وهدول نفس الاشي بس هدول 4 اصغر وهدول 2 اكبر بالحجم، فهو الحجم بيختلف شوية بس هم نفس المبدأ، سولار على الشمس، ما بدك كهرباء. والحلو فيهم زي ما حكيت انه موشن ديتكتر، بدو اول ما تمر جنبه. واخر شغلتين موجودين بهذا البوكس، هم عبارة عن كفوف للفرن. اوكي هدول كويسين خاصة بالفرن السخن، وهدول عبارة عن مصاصات حديد، بتعرفوا هلا عشان موضوع البلاستيك
نحاول نخفف من البلاستيك. هذول المصاصات حديد وفي طبعا معهم شو اسمه هاي بتنظف المصاصة من جوا. هذه كانت الشغلات اللي شرناها اليوم، حبينا نشارككم فيها. إذا عجبكم هذا الفيديو وشفتوا اللايك لايكوا، وإذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا السبسكرايب سبسكرابوا، وما تنسوا جرس التنبيهات. وسلام للجميع.